مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين العربية. الفيديو مات اليوم عن الريلز انستغرام، وتحديدا كيف راح تعرف منو نشر قريب منك ريلز. فحبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها طلب أنه تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك للفيديو. هذه الميزة وصلت حديثا أنه القريب على موقعك أو في نفس المدينة راح تعرف منو نشر ريلز وتشاهده. ميزة كلش حلوة، وأني جربتها يوم أمس كانت جدا رائعة. تعرف منو بألمانيا، أنا ببرلين، ومنو في برلين أرسل ريلز. خلي ادخل من داخل الانستغرام اشرح لك. نعرف انه نشر ريلز بالقرب منه، راح في البدايه راح ندخل على الانستغرام، وهذا حسابي dr_kjl_ed123535. بعدها ادخل على الريلز، هنا راح تظهر الفيديوهات اللي منشوره على الريلز. لكن لو كبست بالاعلى هنا راح يظهر عندك خيارين، الخيار الاول انه فولوينج اللي تتابعهم اللي نشروا الفيديوهات، والخيار الثاني لو كبست عليه راح تظهر الفيديوهات اللي قريبه منك الريلز واللي نشرت الموقع مالتها يكون قريب من عندك. فهذا الشيء الجديد اللي نزل يوم أمس، أتمنى أنه استفاديتوا. طلب، إذا فادك الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم ومع ألف سلامة. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير إلى نقطة واحدة مهمة. معلومة مهمة، أنه كل التطبيقات الموجودة الآن هي تطبيقات ترفيهية تجارية، هذه مو تطبيقات سياسية. فرجاء أن كل واحد يريد يحافظ على حسابه حتى ما ينحذف، لا ينشر أي منشور سياسي لأنه حسابه راح ينحذف. لكن المعلومة الجديدة أنه أي واحد أيضا راح يعلق بتعليق سياسي أيضا راح ينحذف حسابه بالإنستغرام. فأتمنى أنه لا تنشرون أي شيء في الإنستغرام، في الفيسبوك وغيرها من التطبيقات. ونصيحة المتابع عند حساب الفيسبوك والإنستغرام مربوطين، أتمنى أنه يلغي الربط، لأنه للأسف إذا أي حساب راح من عنده الاثنين يروحون. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.